جزء من العالم الإسلامي. مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالها، كان ذلك في 26 من ديسمبر عام 1991، تربطها بمصر علاقات قوية. في هذه المرحلة من عمر دولة أذربيجان هناك تقارب واسع مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أطلق مع أذربيجان الأسبوع الماضي رسميا شراكة التنقل للتعاون المستقبلي في مجال الهجرة وأيضا التنقل. نتذكر أننا هنا في على ضفاف المتوسط تناولنا هذا النوع من الشراكة الذي تطرحه أو يطرحه الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى من أوروبا الشرقية. ونتذكر أننا أجرينا أكثر من حوار حول وضع أوكرانيا على سبيل المثال، ورفض أوكرانيا لتوقيع هذه الشراكة بضغط مبطن من روسيا. على أي حال يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة من على ضفاف المتوسط سيد سفير شاهين عبد اللئيف سفير أذربيجان هنا في القاهرة. تحية طيبة لحضرتك وأهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. طيب نبدأ من التقارب مع الاتحاد الأوروبي وهذه الوثيقة التي وقعتها أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي. من المفترض أنها تساهم بشكل كبير في دعم العلاقات بينكم وبين الاتحاد الأوروبي، ما هي التفاصيل الأخرى التي تود أن تطلعنا عليها؟ أنا في البداية أود أن أشكر لقناة نيل الأخبار لاهتمام لإتاحة هذه الفرصة لي حضرتك. فيما يتعلق بسؤالك، أذربيجان أكيد رسمت في سياستها الخارجية من أولويات سياستها الخارجية هي علاقة مع دول أوروبية خاصة مع الاتحاد الأوروبي. أكيد نحن اجتزنا كذا مراحل، بس في هذه المرحلة في بالضبط في 3 نوفمبر عام 2013 هناك 6 دول تدخل في شراكة شرقية مع الاتحاد الأوروبي ومنها أذربيجان. تم التوقيع من قبل جورجيا ومولدوفا على وثيقة. هذا أصلا هذه الوثيقة تعتبر خطوة للتقرب من الاتحاد الإفريقي يعني الأوروبي أوروبي. يعني هناك عدة مراحل. نحن في إطار شراكة شرقية كنا نقوم بتعاون مثمر مع الاتحاد الأوروبي، لدينا الاهتمامات بها وعندهم اهتمامات بأذربيجان خاصة في موضوع الطاقة والبترول والغاز. نحن نصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى عموما أوروبا الشرقية، يعني لدينا الاهتمامات، حتى عندنا عقد اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي. هذه المرة نحن وقعنا على اتفاقية في تسهيل تأشيرات وهجرة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي. بصراحة لدينا رأي خاص، عموما سياستنا الخارجية هي انفتاح على العالم والتوازن، والحمد لله ظروف أوضاع الاقتصادية جيدة. نحن نعتبر من الدول اللي تتقدم وتتطور بوتائر عالية، لذلك كالعادة الدول اللي تود أن تنضم للاتحاد الأوروبي عندهم أوضاع الاقتصادية غيره أقل يعني، ويحتاج هذه الدول أحيانا إلى مساعدات الاتحاد الأوروبي، بس لا نحن لا نحتاج إلى هذه المساعدات. لكن بالنسبة لأذربيجان، هل تسعى من خلال هذه الخطوة أو خطوات ومراحل أخرى للتقارب مع أو الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى أن تكون في يوم ما عضوا داخل الاتحاد الأوروبي في مشروعات التوسعة التي يسير عليها الاتحاد الأوروبي؟ أكيد الاتحاد الأوروبي يود أن يتوسع إلى اتجاه شرقا، لذلك هذا يسمى شراكة شرقية. لنا اهتمامات مثل ما ذكرت بالاتحاد الأوروبي، محتمل يوم من الأيام نحن نصبح جزء من هذا، ولكن نحن دائما نوازن. يعني هناك كذلك بعض القوى أطراف وجهات عندهم تحفظات في توسع الاتحاد الأوروبي إلى الشرق، ونحن لازم نوزن هل من مصلحتنا يعني نستعجل في اتخاذ إجراءات
لانضمامنا الى الاتحاد الاوروبي، وماذا يعطي هذا الانضمام الى مزايا او التوازن بين اوروبا او الاتحاد الاوروبي ودول جيران. نرى لازم ناخذ بعين الاعتبار اهم شيء مصلحتنا الوطنيه العليا، ولذلك تسهيل توقيع على اتفاقيه تسهيل تاشيرات، انا اعتقد في هذه المرحله هي كانت بالنسبه لنا مفيدة. طيب بالنسبة لبعض العراقيل السياسية التي تقف حجر عثرة أمام علاقاتكم الخارجية، علاقات أذربيجان وخاصة ملف أرمينيا أو النزاع حول إقليم كارباخ، وخاصة أنه روسيا مؤخرا أعلنت أنها على استعداد لاستضافة أرمينيا وأذربيجان للحديث أو التوصل إلى تسوية ما، ما هي التفاصيل الأخيرة حول هذا الملف؟ هذاك أنا أشكر لهذا السؤال، هذا السؤال أكيد بالنسبة لنا قضية كارباخ أو عموما بشكل عام أراضي الأذربيجانية المحتلة هي قضية مصرية. هذا تحدي، أكبر تحدي عموما في منطقة قفقاز، يعني هي الوضع، هذا الوضع يؤثر على أمن واستقرار بشكل عام في المنطقة. تعرف حضرتك بعد تفكك الاتحاد السوفيتي خاصة تم احتلال 20% من أراضينا من قبل أرمينيا، ذاك الوقت كان جيش سوفيتي كان يدعم أرمينيا، لذلك نتيجتها حصلت وصلنا إلى هذه النتيجة. وهناك مليون لاجئ، نحن المجلس الأمن للأمم المتحدة اتخذت 4 قرارات بخصوص انسحاب فوري للقوات الأرمينية من أراضي الأذربيجانية المحتلة، لكن هي أكثر من 20 سنة لا تنفذ هذه القرارات، وهذا كمان يظل عليها ظلال علامات الاستفهام على حتى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة كمنظمة دولية التي تصدر قرارات ولم تنفذ. عموما هناك مجموعة مينسك ابتداء من عام 1992، هناك تم تأسيس مجموعة مينسك من قبل دول أعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومنها وترأس هذه المجموعة 3 دول، أمريكا، روسيا وفرنسا، وهم تبذل مجهودات كبيرة، نحن نقدر هذه المجهودات، لكن هذه المجهودات لم تؤدي إلى، لم تصفر عن نتائج خلال 20 سنة. وفي هناك بعض المبادرات الدول مثل روسيا أنه تستضيف يعني مقابلات، بس مقابلات بين وزيري الخارجية إما بين رئيسي الدولتين، هذه اللقاءات تحصل ليست فقط في روسيا، ممكن في دول أخرى، في سويسرا، في صارت في الولايات المتحدة عدة مرات. نحن دائما نقول أنه لكن هل روسيا لها التأثير الفعلي أو المباشر لحلحلة هذا الملف من وجهة نظر أذربيجان؟ روسيا أقرب دولة لهذه المنطقة، لها تأثير عموما يعني المنطقة كلها، يعني ما دام كنا بحكم تواجدنا فترة طويلة في الاتحاد السوفيتي وقبلها في إمبراطورية روسية، لكن هذا لا يعني أنه مفتاح في جيب روسيا، هي تحاول بس مع شديد الأسف في بعض النقاط أحيانا يعني تزعج الجانب الأذربيجاني، إن هناك قواعد عسكرية روسية على أرض أرمينيا، وأذربيجان أكيد تضطر إلى تسليح أكثر، مع شديد الأسف مضطرين نتسلح عشان أرضنا محتلة و20 سنة ونجري محادثات سلمية، لكن محادثات لم تجي بثمار مرجوة، لكن نحن نفضل إجراء المحادثات بوساطة روسيا، أمريكا، فرنسا أو أي كان دولة كان إذا استطاعت أن تقدم لنا أي مساعدة في حل هذه القضية أكيد نحن نرحب بها. طيب سيد سفير، لماذا أعلن مسؤول بشركة الطاقة الحكومية الأذرية إنه شركة سوكار أن الشركة تعتزم وقف الصادرات عبر روسيا بدءا من فبراير القادم على أن ترسل معظم الإمدادات الأخرى عبر تركيا؟ بشكل عام لازم أشرح الموضوع، اللي عندنا 7 خطوط تصدير نفط والغاز، أحد الخطوط كان يعبر أراضي روسيا،
سلاسة من خلال جورجيا إلى تركيا. الآن نبني كمان خطين طناب وفي كمان خط غاز طبيعي طب. أنا بصراحة معلوماتي أنه هي توقف يعتمد هذا أعتقد القضايا المرتبطة بالتمويل لازم استخراج البترول. هناك خطوط نحن اللي بنينا مع الشركات أجنبية، محتمل هناك عدم توافق على أسعار. أنا بصراحة لازم أقول أنه كان يدور الحديث عن هذا الموضوع فترة معينة، يعني هناك أسعار وأذربيجان كمان تختار طريق اللي مناسب لها، ونعتقد فهي تفاضل بين الطرق أكيد المختلفة لمرور خطوط الطرق بعدين أسهل. بعدين نحن مهتمين كمان في تزويد دول الاتحاد الأوروبي لنا اتفاقية معه. وبعد توقيع شراكات بالتأكيد هذا الأمر سيكون هاما أيضا في توازن علاقاتكم مع الاتحاد الأوروبي أكثر. طيب أذربيجان بترتبط بعلاقات دبلوماسية مع دول المنطقة تحديدا مصر، كيف تنظر أذربيجان للتطورات السياسية هنا في مصر؟ أنا مثل في البداية حضرتك ذكرتي أن علاقات متميزة قوية، لأن كانت علاقات قبل الثورة كمان جيدة وبعد الثورة كمان نواصل تعاوننا مع مصر. مصر بالنسبة لنا دولة مهمة ريادية في العالم العربي والإسلامي، مدخل إلى إفريقيا وشرق الأوسط، أنا كررت عدة مرات. لنا علاقات تاريخية، يعني تاريخ ثقافة مشتركة، هذا ونبني علاقاتنا على هذه الأسس. نحن بشكل عام نول اهتمام كبير بعلاقاتنا بتعاوننا مع مصر. هناك لازم نقول انه حكم اي حكم في مصر يتم اختياره على اساس إرادة شعبية، نحن نرحب به ونواصل تعاوننا مع هذا الحكم. أنا عموما نحن مررنا مراحل صعبة في تاريخنا خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. أهم شيء مصلحة الوطنية الأولية، المجتمع نفسه لازم يأخذ قرار أي طريق هو يختار، أي نظام هو يفضل، وتدخلات خارجية أكيد في نهاية المطاف هي تضر بمصلحة البلد. ونحن اختبرنا في تجربتنا، دخلنا ذاك الوقت بداية التسعينات في حرب مع أرمينيا، في نفس الوقت هناك كانوا محاولات وتدخلات في شؤوننا الداخلية، حتى كنا على وشك حرب أهلية. وفي هذه المرحلة ثلاث مرات تغير الحكم في البلد، يعني ثورات مثل ما نحن نسمي، حتى بعد ضغوط المتظاهرين على حكم ذاك الوقت رئيسي أذربيجان، رئيسين من أذربيجان هم هربوا، تركوا السلطة وهربوا إلى ذاك الوقت إلى روسيا عام 90 و 92. يعني احنا شفنا هذا كمان، يعني بعد فترة معينة وجاء إلى سلطة هيدر عليف، نحن بطلب شعب الأذربيجاني الذي كان يرأس أذربيجان في فترة الاتحاد السوفيتي 13 سنة، بعدين كان في قيادة الاتحاد السوفيتي عنده خبرة كبيرة، نحن دعوناه واليوم نحن نشكره ومدينين له إنه أذربيجان اليوم نحن بصراحة ننبسط انه الاقتصاد تتطور كله، يعني اصلاحات اللي تحيون ايضا ذكرى هذه الايام. ايوه يعني هذه الايام خاصة 12 ديسمبر نحن نحيي ذكرى وفاة هيدر عليف. لازم نقدر دور الشخصيات في تاريخه وفي مصير الشعوب. احيانا يقولوا اذا نحن تحولنا الى الديمقراطية معناه شخصيات لا تلعب دور في حياة، بالعكس أهم أنه وجود وتواجد شخص أو شخصية في بلد ما يقدر يقود البلد إلى مستقبل أفضل. أكيد لازم نحن دائما نذكره بالخير ونشكره، يعني ليس مطلوب منا، لا يطلب منا شيء آخر، خاصة في تجربتنا حقيقة نحن بعد ما وصل إلى
سدت الهكم في أذربيجان، أليف وقف الحرب مع أرمينيا وبدأ إصلاحات اقتصادية، وقعنا الاتفاقيات النفط ب 50 مليار ذاك الوقت. نحن يعني لسه في دولة كانت فوضى، هو اللي في خلال فترة بسيطة بصراحة استتب أمن واستقرار في البلد، بعدها بدأنا إصلاحات سياسية اقتصادية وأمور مشيت يعني بهذه الطريقة. اليوم نحن بافتخار نقول والله إنه بطالة 5%، احتياطات تقريبا 50 مليار احتياطات من عملة كان صفر كله. يعني علاقات الاقتصادية، اقتصاد مستوى الاقتصاد بصراحة يوم من الأيام مع تفكك الاتحاد السوفيتي وأصبح نزل إلى صفر. نحن دولة بترولية، بعدين اكتشفنا كميات كبيرة من غاز الطبيعي، بس أحيانا سوء الإدارة كمان لا يفيد شعوب هذه المناطق طبعا. بس في تجربتنا من حسن حظنا أنه كانت إدارة جيدة، و خاصة آخر التف حواليها يعني حولها الشعب. شعب أكيد أكيد حضرتك، عندنا معارضة، عندنا حرية صحفية، 3000 صحف وقنوات تلفزيونية، وألغينا وزارة الإعلام من زمان، هذا طلب كان أوروبي. لكن إيه ملامح الصعوبة سيادة السفير في مرحلة التحول؟ يعني أتفهم طبعا أنه تفكك الاتحاد السوفيتي وحياة هذه الشعوب عندما كانت جزء من الاتحاد السوفيتي وكانت دول شيوعية، الأمر يختلف تماما عن تحول اقتصادي لإطاحة بنظام مثلا أو لما يحدث في دول الربيع العربي. ولكن بالتأكيد هناك عامل مشترك لدى المواطن أو بين أو في الحياة الاجتماعية عموما، كان التحدي الأكبر هو إيه تتذكره؟ والله حضرتك أكيد نحن كنا متربين في نظام شيوعي، اقتصاد أكيد كان مركزي، خطة مركزية من موسكو، كنا نساهم، نحن أذربيجان خاصة كانت تساهم في اقتصاد الاتحاد السوفيتي أكثر من 15 جمهورية، ال 14 يعني الباقية. أنا أقول هذا بكل مسؤولية، دولة بترولية يعني بفضل أذربيجان الاتحاد السوفيتي انتصر على فاشية، 80% بترول الاتحاد السوفيتي ذاك الوقت في حرب العالمية الثانية كان فقط من أذربيجان. الآن في روسيا هناك غاز وبترول، بس ذاك الوقت كان عندنا، يعني نحن دائما ساهمنا، دائما عندنا كانت استقلالية اقتصاد، بعدين رجال أعمال، ناس تفكير تجاري دائما موجود، حتى ما شعرنا بصراحة خلافا لما حصلت مثلا في بعض الدول سابقة الاتحاد السوفيتي جوع أو مشاكل، نحن ما شفنا بصراحة هذه. يعني خلال فترة بسيطة أكيد بعد ما توصلنا إلى مرحلة استقرار. يعني هو أكيد لازم كمان أذكر شخصية أليف، عشان أنا عشته في فترة، أنا شفته، كنا بصراحة في أي فوضى يعني حقيقة. أكيد لازم ناس يلتف، لكن من ذاك الوقت كمان كان عندنا معارضة، حتى هو أعطى فرصة لمعارضة، معارضة مفيدة لتطور البلد. أكيد أهم شيء دخلنا في إصلاحات اقتصادية، انضممنا إلى مؤسسات أوروبية، وأكيد تعلمنا منهم يعني طبقنا قوانين الأوروبية على اقتصاد أذربيجان. يعني اقتصاد سوق بالنسبة لنا كان شيء جديد، نحن ما كنا نعرف عشان فترة طويلة في يعني تعرفوا النظام الرأسمالي بكل تأكيد. أكيد يعني أكيد, أكيد 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 الآن ما في لا يوجد طريق آخر يعني العالم. أكيد أحيانا يقولوا إنه اقتصاد الصين هو كمان نفس النظام اشتراكي، أو بس هذا سوق، هذا شأن داخلي، هم يعرفوا كيف يديروا. يعني ما أقدر أقول إنه كان سلبيات كثيرة في نظام شيوعي، بس في هناك كمان تأمينات اجتماعية كانت جيدة. على العموم أهم شيء الناس، شعب يلتف أمام حكومة، أمام قيادة الدولة، وهي تقتنع أو مقتنعة أنه حكومة تبذل مجهودات لأجل الشعب. كثير من الدول فيها موارد نفطية غازية، بس لا غير مستغلة أو استغلال غير صحيح. يعني من هذه الناحية بصراحة أنا أعتقد أنه هذا الأمر ساهم في نمو دولة أذربيجان. طيب بالعودة إلى علاقات أذربيجان بمصر واللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وبين أذربيجان، ما هي التفاصيل الخاصة بهذه اللجنة؟ هل هناك تعاون في
في مجال الطاقة أو في مجالات اقتصادية أخرى تحتاجها مصر وتتبادلها أيضا تستفيد منها أذربيجان؟ بيننا بين الدولتين هناك لجنة اقتصادية مشتركة، يرأس من جانبنا وزير الاقتصاد ومن جانب مصر وزير التعاون الاقتصادي. آخر مرة هذه الدورة الأخيرة كانت في أذربيجان 2011، كان مفروض نحن نعقد اجتماع تالي في القاهرة، بس دخلنا مرحلة ثورة 25 يناير بعدها توقف. نحن عدة مرات إن شاء الله ناقشنا هذا الموضوع لتحديد موعد جديد، أعتقد 2014 بداية أو يعني على العموم إن شاء الله نعقد، يتم إنعقاد هذه الدورة، دورة التالية. وهذه الدورة مفيدة أعتقد خاصة في الوقت، في الفترة الحالية، إنه زمان كانت حاجة أكثر إلى محتمل رجال الأعمال المصريين أو شيء يجي يشتغلوا عندنا. أذربيجان الآن تحولت من دولة مقترضة إلى دولة يعني نحن بالعكس نستثمر في كثير من الدول الآن في أوروبا الشرقية وفي دول مجاورة، ممكن ننظر لنا أصلا تعاون كان جيد في مجال البترول، نحن نستمر في هذا المجال يعني، وأصلا تعاون في مجال البترول تعاون دائما كبير يعني، كان حتى تبادل تجاري بيننا مليار و200 مليون يعني هكذا. أنا أفكر أنه مجالات إمكانيات متوفرة، نحن لازم يعني فائدة من اللجنة المشتركة كمان دراسة مشاريع اللي يتم تقديمها من كلا طرفين، عندنا استعداد تام ندرس هذه المشاريع، أو ممكن جانب المصري عندها اهتمام حتى في عمل مثلا مجال الأدوية، ممكن نستعين بخبرة مصر في هذا المجال عشان لنا في تبادل تجاري كمان لا بأس بيننا، نحن نستورد من مصر أدوية هي مقبولة جيدة لأذربيجان، يعني هناك مجالات موجودة، أو ممكن تبادل في منتجات زراعية، نحن كمان بلد زراعي في نفس الوقت نصدر كمان كثير من المنتجات الزراعية في روسيا، في أوكرانيا، في دول شرقية، دول أوروبا شرقية وأوروبا نفسها، يعني محتمل في بعض المواد حصيل ممكن نشتري من مصر، لازم طرفين يجلسوا يتفاوضوا وان شاء الله يتوصلوا. يعني ستتضح معالم الصوره اكثر بخصوص هذه اللجنه والمشروعات التي ستطرح من الجانبين. استاذ سفير، انا عندي سؤال اخير الحقيقه، بما ان اذربيجان لديها علاقات متوازنه في سياساتها الخارجيه، الاتفاقيه التي وقعتها اذربيجان مع اسرائيل مؤخرا في مجال السلاح، اتفاقيه عسكريه، هل هذه الاتفاقية يمكن أن تؤثر على علاقاتكم بدول المنطقة لحساسية العلاقة بين دول المنطقة وإسرائيل حتى هذه اللحظة؟ نحن لا نخبي تعاوننا مع إسرائيل في مجال الاقتصادي والعسكري. في الحقيقة أرضنا محتل 20 سنة، أكيد أنا ذكرته في البداية أنه نحن نفضل نحل قضية بطرق سلمية. أنا أعرف أنه أحيانا تعاوننا مع إسرائيل هو فيها مبالغات، أي دولة تصدر أسلحة لدينا الإمكانية ونحن نشتري، لا هذا الموضوع مش مخفي أو لا نخبي. إسرائيل لماذا مبالغ؟ عشان حساسية بين الدول العربية في جهات مغردة في مهتمة بهذه القضية، يفكروا نحن نطرح هذه القضية ممكن هذا يؤثر على علاقات بين أذربيجان ودول عربية. بس نحن لا نخبي زي ما ذكرت، أكيد عندنا وزارة الدفاع عندها ميزانية أكثر بمرتين من ميزانية أرمينيا، هذا مش صحيح. نحن لا نبرر بس مضطرين مش فقط إسرائيل، في دول اللي ممكن نتعامل مع
روسيا، نتعامل مع أوكرانيا، في دول كثيرة اللي لنا تعاون معهم. يعني هذا لا يؤثر على علاقاتنا مع أي دولة. أهم شيء لنا موقف سياسي فيما يتعلق بقضايا شرق أوسطية، قضية فلسطينية. نحن محتمل من أكثر الدول اللي تدعم قضية فلسطينية، هذا موضوع سياسي، أرض محتلة. نحن كنا ما زال يعني آخر لغاية آخر هذه السنة سنتين كنا في كأضف غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة، دائما بذلنا مجهودات وعرنا اهتمام كبير بهذه القضية. حتى في شهر يونيو هذه السنة عملنا في إطار منظمة التعاون الإسلامي مؤتمر لمنح الإسرائيل المانحي فلسطين، وكمان أذربيجان تم تخصيص ذاك الوقت تقريبا 5 مليون لمساعدة فلسطين. ونحن نرى من واجبنا أن ندعم هذه القضية. قضية فلسطينية أولا تعتمد على قرارات مجلس الأمن، قرارات دولية، لازم كل دولة تلتزم قرارات بهذه. لم تنفذ أسوى بالقرارات كذا التي كذا تحدثت عنها صحيح في صحيح بداية حديثك فيما يتعلق بنا ولم تنفذ صحيح هذه اللحظة. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا السفير شاهين عبد اللئيف سفير أذربيجان هنا في القاهرة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا حضرتك. أشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام حسن متابعتكم لهذه الحلقة من على ضفاف المتوسط، وألتقي بكم الأسبوع القادم في ذات الموعد. إلى اللقاء.